تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. معكم محدثكم فارس عواض من كابينة التعليق. والطموحات عالية في هذه المواجهة. فريق الاتحاد السعودي يواجه فريق برشلونة. سعداء جدا بتواجدي معكم في هذه اللحظة. نتمنى بأن تستمتعوا معنا بأحداث هذه المباراة. ضربة بداية المباراة من عند البارسا. التشكيلة اللي راح يلعب فيها الاتحاد في مباراة اليوم. فابينيو سيبدأ مع نجولو كانتي في قلب الملعب، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. رافينيا. شوف التسلل بسبب التحرك المبكر في الانطلاقة. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى. بيدري سيبدأ بجيريمي ديون في خط الوسط، وفي الهجوم سيتواجد روبرت ليفاندوفسكي. ركنية لفريق الاتحاد. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. بكرها الصح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. مع تواجد كريم بنزيما نتوقع الكثير في هذه المباراة. عند امتلاك المهارة مع الكرة، هل يسجل الآن؟ فرصة كانت خطيرة لكن النهاية ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة تذهب سهلة إلى حارس المرمى. في اللقطة الماضية سيكون متحسر ومحبط بعد ضياع هذه الفرصة. أوهو الله على اللقطة، شوف كيف عدى، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. يا لعيب مرت الكرة، عدت الكرة، أعلنت عن أول أهداف اللقاء، هدف يشعل كل الأجواء. تعود المباراة من جديد، والآن برشلونة في خانة ردة الفعل والعودة لهذا اللقاء. إنسو فاتي. هجوم من برشلونة. وصلت لإنسو فاتي، وصلت إلى بيدري. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. تصدي قوي. فابينيو. ويأتي تدخل الحاسم هنا لمنع الخطورة. روبرت ليفاندوفسكي. تصل إلى بيدري. استرجاع ممتاز للكرة والفرصة مستمرة. كرة للتعادل. كرة بتروح للمرمى. لا دفاع، لا حارس. الكرة بكل سهولة في الشباك. نشوف الهدف مرة أخرى. كرة أكيد سهلة، الطريق مفتوح، لا يوجد أي دفاع عن المرمى. هدف التعادل. إذا النتيجة الآن 1-1. والاعتراف في منتهى السهولة. جوليس كوندي. ملعوبة إلى بوسكيت. إنسو فاتي. ليفاندوفسكي. انطلاقة من ليفاندوفسكي، لكن هنا تنتهي هذه الفرصة. كان ممكن البحث عن حلول أفضل. كرة عند بيدري. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. عودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الثاني. ديون. وصلت لأنسو فاتي. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة.
كورنادو يسير باتجاه المرمى الآن. كان فيها تهديد حقيقي على المرمى، لكن انظر إلى التدخل. إعادة للهدف الذي عدل الكفة. جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. يسجل مرة أخرى، يعيد التقدم من جديد في النتيجة. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة مباشرة في هدف يجب أن يدرس. برشلونة يتأخر في اللقاء، يقطع الكرة بشكل ممتاز ويستعيد الكرة. رمية تماسي فريق الاتحاد. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. عرضية لا تمر في هذه اللقطة. كورنادو في المرمى، يتصدى حارس المرمى. ركنية باتجاه المنطقة. بنزيما، يا رب هدف يوسع الفارق إلى هدفين. شوف الإعادة، هدف من تمركز صحيح وتسديد صحيح في توقيت صحيح. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. كرها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. يجب العودة السريعة هنا. الله على هذا الهدف، أي مهارة، أي روعة، أي إنهاء، أي إسقاط هنا. تابع الهدف مرة أخرى الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة، ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. بعد هذا الهدف النتيجة صارت 4-1. كريستنسن، كرة مع بوسكيتس، رونالد أروخو، تمريرة ملعوبة بذكاء. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. كرة بتتخلص من جوردي ألبا. ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ما زال يتقدم. هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق. العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة، يحاولون حتى النهاية لتسجيل وتقليص الفارق أكثر. نشوف الهدف من جديد. كان ممكن تفادي هذا الهدف لو أن حارس المرمى كان منتبه حقيقة لزاويته ولم يترك اللاعب يسجل في هذه الزاوية القريبة. هدف يتحمل مسؤوليته بشكل كبير. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. ينطلق الاتحاد في المساحات الموجودة على الطرف. كرة هدف في هذه اللحظات، لم يتصرف بشكل سليم، كان بإمكانه أن يسجل في المرمى، لكن الكرة السهلة في النهاية تصل لحارس المرمى.
ثلاث دقائق أخيرة مشاهدينا كوقت بدل ضائع. رافينيا، تحول هنا في الاستحواذ، وهذه هي صافرة نهاية المباراة تأتي لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. مع التقدم بفارق هدفين كان في أريحية كبيرة عند الجماهير وكذلك عند اللاعبين في الملعب بعد ضمان الفوز بشكل واضح. أداء جيد ومساهمة فعالة في مباراة اليوم، بكل تأكيد لا أحد ينكر هذا الأمر. مباراة قوية وأداء مميز وتأثير في النتيجة من خلال التسجيل ومساهمة بارزة في فوز الفريق، بلا شك لا أحد ينتقد هذا الأداء.